عودة قناة الأفلام الأجنبية من جديد على القمر الصناعي النايلسات. أهلا بكم بقناة محمد تيوبسات لأحدث الترددات على القمر الصناعي النايلسات. في بداية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نعرض لكم بهذا الفيديو عودة قناة الأفلام الأجنبية من جديد على القمر الصناعي النايلسات. تابعوا معنا لنهاية هذا الفيديو لنتعرف على هذه القناة وطريقة إدخال التردد. من زر المنيو بالريموت تظهر معنا قائمة التركيب، ثم نذهب إلى قائمة الترددات، لإضافة تردد جديد على القمر الصناعي النايلسات نضغط على الزر الأحمر الموجود بالريموت ونقوم بإدخال التردد. عشرة آلاف وثمانمائة وثلاثة وسبعون على معدل ترميز 27500 والاستقطاب عمودي أو رأسي أو حرف الفي، ونضغط موافق لإدخال هذا التردد. ظهرت معنا رسالة بأن التردد موجود مسبقا، نقوم بوضع إشارة الصح أمام التردد ونضغط على الزر الأزرق الموجود بالريموت. البحث عن الشبكة نجعله مغلق، نوع القناة نجعلها مجانية، ونضغط موافق لنبدأ عملية البحث على هذا التردد. ظهرت معنا 20 قناة على هذا التردد، نضغط نعم لحفظ عملية البحث. نعرض لكم عودة قناة الأفلام الأجنبية الرائعة والجميلة من جديد على القمر الصناعي النايلسات. عادت قناة توب موفيز من جديد على القمر الصناعي النايلسات على تردد 10873 على معدل ترميز 27500 والاستقطاب عمودي وحرف الفي. في النهاية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.